أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية التي خصصناها لمتابعة عدد من الملفات الهامة والمبادرات، وستكون البداية مع الاقتصاد الأخضر. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي، وذلك مع تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي والاتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاما مع البيئة. وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، كما تستهدف استثمارات خضراء لعام 2022-2023 بنسبة 40% من جملة الاستثمارات العامة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. ماذا يعني التحول للاقتصاد الأخضر بالنسبة للمشاهد؟ التحول للاقتصاد الأخضر معناها تبني مشروعات قومية مستدامة، يعني ليها أمد طويل، تهدف إلى عدم إنتاج أي مكون به كربون، يعني نتخلص من الكربون يبقى نظيف يعني. نعم. وبالتالي طبعا مصر احنا عارفين يعني من حوالي 5 ايام مصر دايما يعني بتمضي قدما للتحول لمركز رئيسي للطاقه الخضراء في المنطقه. نعم. ومصر وقعت اتفاقيات اطاريه مع شركات طاقه عالميه، كان بالظبط كان حوالي 9 مشروعات لانتاج الهيدروجين والامونيا الخضراء. ودي هيبقى في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. التكلفه الاستثماريه زي ما كلنا عارفين حوالي 83 مليار دولار. متوقع يعني نتنتج المصانع كلها مجتمع مع بعض حوالي 7.6 مليون طن امونيا خضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين الاخضر. ده طبعا ان شاء الله لما تكتمل يعني طاقتها الكامله. نعم. احنا برضو عارفين حاجه، يعني احنا دايما انا اقول ايه، عشان اي مشروعات تنجح لازم اولا يكون الموقع مظبوط، يعني ما في مكان سليم. احنا بنقول المنطقه الاقتصاديه بتاع قناه السويس، ولازم يكون قربها من مناطق الامداد بالطاقه، لانها تاخد طاقه من الطاقه المتجدده اللي هي الرياح والشمس.
وبعدين برضو قربها من الاسواق، فدي اسواق الاوروبيه جنبنا. الحاجه برضو الجميله جدا ان قناه السويس يعني بتشغل حوالي 15% من الملاحه الدوليه، وبالتالي عندنا عدد كبير من السفن هيعدي على قناه السويس، في وخاصه مشكله السفن حاليا هو الوقود، لان الوقود اللي السفن بتنتجه او بتستخدمه للاسف الشديد ملوث بشكل كبير جدا. يعني لو قلنا ان هو يعني يعني احتراق زيت الوقود اللي موجود في السفن بيؤدي الى انبعاث غازات يعني سامه للغايه، يعني بتحتوي على اكسيد كبريت وعلى اكسيد نيتروجين والميثان والكلام ده كله طبعا بينزل في البحر، فالبحر النهارده البيئه البحريه النهارده تلوث بشكل كبير جدا. ففي حتى في اوروبا بنقول ان 50 سفينه شحن بس من الشحن البحري العملاق بتؤدي الى اطلاق كميه من غازات الاحتباس الحراري بيعادل 10 اضعاف ما تنتجه جميع السيارات في اوروبا، سيارات اوروبا. يعني شوف حضرتك بقى التاثير قد ايه. فكل عندنا 15% من السفن ديت على الاقل هيعدي من قناه السويس، اذا هيتم امداده بالوقود الاخضر. فاذا زي ما انا قلت عندنا الموقع الاستراتيجي، عندنا مصادر الامداد بالطاقه، لان الهيدروجين والامونيا عايزين طاقه، اللي هي موجوده عندنا الرياح وطاقه شمسيه، وعندنا السوق. الحمد لله اعتقد ان يعني دراسات الجدوى يعني مش محتاجه خلاص، يعني كل المقومات موجوده الحمد لله. طيب دكتور علاء، يعني جهود مصر على المستوى يعني مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم، لانه مصر يعني بتعد الان يعني اول دوله بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بانها تصدر السندات للسندات الخضراء السياديه الحكوميه بالاسواق العالميه. كيف ترى هذه الجهود، خاصه بان الجهود للتحول الاقتصاد الاخضر يقال بان يجب ان تكون جهود عالميه وليست فقط مقتصره على يعني شخص او دوله بعينها، لازم انه يكون في المجتمع الدولي كله يتكاتف من اجل هذه الجهود. اولا المجتمع الدولي يعني فعلا متكاتف مع مصر بشكل جيد في هذا الموضوع. فلو شفنا ان حتى في مؤتمر المناخ كوب 26 امريكا منحت مصر نص مليار دولار للتحول الى الاخضر، وفي نفس الوقت برضو امريكا منحت مصر 10 مليون دولار لعمل مركز تدريب هيكون لافريقيا والدول الناميه في كوب 27. كوب 27 بالظبط. يعني النهارده ده العالم بتاع اوروبا نفسها مهتمه جدا ان تاخد وقود من مصر. فزي ما نقول اوروبا بتحتاج الى 62% من طاقتها او من احتياجاتها للطاقه من الدول الخارجيه 62%، وبالتالي اقرب مكان ليهم هي قناه السويس ومصر. فاحنا شايفين النهارده ان في تعاون دولي بشكل كبير جدا. في جانب برضه حضرتك النهارده وفروا لمصر 83 مليار دولار، او تم عقد اتفاقيات ب 83 مليار دولار لانتاج الوقود الاخضر، الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. فده طبعا يعني اعتراف المجتمع الدولي ان مصر قادره على الانتاج، وان مصر هتكون باكوره المناطق اللي هتمد اوروبا وهتمد حتى الدول العربيه والعالم بشكل عام بالوقود الاخضر، سواء كان هيدروجين او كان امونيا. بجانب البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه موافق ان يوفر الدعم للهيدروجين الاخضر، وبالتالي التمويل موجود والسوق موجود والمكان الاستراتيجي موجود وامداد الطاقه الرياح بتاع، لان طبعا الهيدروجين محتاج طاقه عاليه فتاخد من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه. طيب دكتور علاء، يعني في ظل ان احنا يعني كنا بنحضر وكنا بنرى ونتابع الكوب 27 اللي انعقد في مدينة شرم الشيخ، يعني رأي حضرتك وقراءة ايضا يعني كمؤسسة دولية او يعني المؤسسة الأممية للأمم المتحدة فيما خرج به هذه او خرجت به هذه القمة، التوصيات والخطط والاتفاقات، هل يعني أنت متفائل بأن هذه المخرجات ستأتي بجديد؟ هل فعلا هيكون في نتيجة خلال العام القادم حتى الكوب القادم الذي سيعقد في الإمارات؟ لا طبعا أنا متفائل جدا. أنا كنت الأول قلق جدا في آخر أيام لما مدوا المؤتمر، ولكن الإرادة السياسية في مصر يعني وضعت بصمتها بشكل جيد جدا، إن جميع دول العالم اتفقت على انشاء صندوق الاضرار والخسائر،
وده لوحده لان احنا اللي عارضينه. يعني ده لم من سنه بالضبط كده، من سنه 95 اول كوب اتعمل في برلين في المانيا الى يعني لمده 27 سنه وراها لم يحدث، بالرغم من مطالبه الدول الناميه بيه. لكن معنى ان مصر ان شاء الله الحمد لله ان هي توصلت الى اقرار انشاء هذا الصندوق وتمويله من الدول المتقدمه او الدول العشرين او الدول المتقدمه صناعيا او الاكثر ثراء، فده شيء عظيم جدا احنا نجحنا فيه. نعم. ايوه، في النقطتين التانيين اللي الناس بتتكلم عنهم، احنا لازم نقول يعني النهارده كان فعلا اوروبا كانت جايه بالاجنده فيها المختلفه، وكانت فعلا ناويه تعمل كل شيء، وامريكا نفس الشيء، والعالم كله كان جاي مغير الاجنده بتاعته، لان العالم انتوى بويلات التغيرات المناخيه عام 22. ولو عددناها نقدر نقول اوروبا، لو خدنا اوروبا على سبيل المثال، فاوروبا النهارده حصل فيها حرائق للغابات حوالي 15,000 15,000 واحد توفوا برضه، وعندي حرائق الغابات 66,000 هكتار اتحرقوا، وجفاف الانهار. لو مسكنا شرق اسيا نلاقي باكستان تاثرت بشكل كبير جدا من الفيضانات، وحدث فيها ثلاث مرات غلق يعني غطت تلت الارض بالضبط في باكستان. امريكا والعصير الشديده اللي تمت فيها، والدول الجزريه برضه ارتفاع منسوب سطح البحر. طبعا العالم كله انكوى، ولكن انا عايز اقول حاجه عشان الناس تفهمها كويس جدا، ان موضوع النهارده استخدام الغاز الوقود الاحفوري او بمعنى اصح ما قالوها انا تراجع تدريجيا عن انتاج الفحم ولم يعني يتفرق احد الى الغاز والبترول، انا عايز اقول ده كان بسبب الازمه العالميه اللي بيعاني منها العالم كله، وبالتالي كانهم بيقولوا نستسمحكم ادونا فرصه ان احنا نستخدم شويه لان او حد من اقتصادنا شويه. فكان ليهم مبرر ان هم في مر عليهم جائحه كورونا على العالم كله، وبرضه الحرب الاوكرانيه الروسيه اثرت بشكل كبير، فكان في مبرر، انا تقبلت هذا المبرر على فكره. على ان يعني ان شاء الله السنوات القادمه هيقل فيها البتاع، خاصه ان اتفاقيه باريس ما قالتش واحد ونص بالظبط، يعني لو نرجع لاتفاقيه باريس قالت تقليل درجه الحراره الى ما دون الدرجتين ويحبذ او لا سيما اذا كان واحد ونص. فهم مسكوا الحته ديت وقالوا ان احنا مش هنتعدى الاثنين، يعني انا لو زدنا على 2.5 شويه، وكان لهم مبررهم في موضوع ان الاقتصاد العالمي وفي عندي تضخم عالمي، وبالتالي كانت مقبوله الى حد ما يعني. لازم نراعي الحته دي. وعلى فكره انا كنت متوقع ده طبعا من جي 20، يعني جي 20 حضرتك لما تيجي تتفرج تشوف اي مؤتمر كوب او مناخ، الجي 20 دايما تنعقد قبل ما يطلع قرارات. اقرا قرارات الجي 20 وانت هتعرف بالظبط قرارات تلعب بالمصر، لان هم اكبر 20 اقتصاد في العالم، فبالتالي كل التوصيات والمخرجات والخطط ستؤثر عليهم، او هم اللي يعني بل بالعكس هم اللي يؤثروا على هذه الخطط وهذه التوصيات يعني. بالظبط يعني، فاذا احنا لو وصلنا بس للصندوق، لان الصندوق برضه كان عليه معارضه شديده على فكره من امريكا ومن اوروبا، انشاء صندوق الاضرار والخسائر، قالوا ما في صناديق تمويل، ايه الداعي نعمل صندوق الاقرار الاضرار والخسائر، خاصه ان اوروبا بيحسوا ان دي يعني وصمه، او الدول الاوروبيه والدول المتقدمه بيحسوا ان دي وصمه في جبينهم يعني، على اساس انت بتقول انتم متسببين، هم مش عايزين يسمعوا الكلمه دي كتير. وبالتالي طبعا عشان الاراده السياسيه المصريه كانت قويه، وزي ما قلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دي شخصيه يعني شخصيه فعلا يعني شخصية قيادية وريادية تؤثر في من حوله وبتستنيرهم إليه، دايما أقول الكلمة دي ودي حقيقة، قدر يأثر ومع الدبلوماسية المصرية برضه يأثر بشكل كبير جدا على دول العالم، وأقرنا شيء لم يقر من 27 سنة. لازم ناخد بالنا من إن إحنا كسبنا كويس قوي، كون إن الحاجات التانية قلت شوية اللي هو الانتقال أو التدريجي للفحم أو التخلص من الوقود الأحفوري تدريجيا، اعتقد ده بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه. الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف. ونستقبل ايضا على الهاتف الدكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي، اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك ومشاهدي القناه الكرام. اهلا بك يا فندم، ويعني نتحدث عن التحول للاقتصاد الاخضر، والتحول للاقتصاد الاخضر يا دكتور هو ليس مقتصر فقط على تنويع مصادر الطاقه او التحول من مصادر طاقه او مصدر الطاقه والوقود الاحفوري الى
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أيضا هناك يعني عمل ومجهود يجب أن يكون في مجال الزراعة. كيف أو ما هو التحول الاقتصادي الزراعي الذي يجب أن يكون كي نتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر؟ يعني محاور متعددة في الواقع للاقتصاد الأخضر. نعم. الاقتصاد الأخضر ببساطة شديدة للمشاهد الكريم يعني كل الأنشطة الاقتصادية التي يتم أدائها في إطار صديق للبيئة. جميع الأنشطة الاقتصادية التي تؤدى في إطار صديق للبيئة تدخل في مجال الاقتصاد الأخضر. يدخل في هذا الإطار ما تناولتموه في السابق عن التحول للطاقة النظيفة، وهي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. أيضا كان يعني شاهد كوب 27 إطلاق مبادرات هامة جدا في إطار الاقتصاد الأخضر، أهمها مبادرة الزراعة والغذاء من أجل الاستدامة، ومبادرة المياه والتنفيذ من حيث المياه، وكان ذلك خلال اليوم العالمي للمياه في إطار كوب 27. الزراعة في غاية الأهمية، والأمن الغذائي اكتسب أهمية متسارعة خلال الفترة الأخيرة من خلال الأزمات التي مر بها العالم، بدءا من أزمة كوفيد 19 مرورا بأزمة سلاسل الإمداد انتهاءا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مما يعني ألقى بظلال كثيفة على انعدام الأمن الغذائي في بقاع كثيرة من العالم. مصر كانت سباقة في الواقع للتعامل مع تلك الأزمات من خلال استراتيجيات يعني رصينة، أهمها استراتيجيتين رئيسيتين. استراتيجية الزراعة المصرية المستدامة المحدثة 2030 حتى 2030، واستراتيجية الموارد المائية حتى 2052. طيب دكتور أشرف، يعني كان في القمة، قمة شرم الشيخ كوب 27، كان هناك بعض الجلسات عن مسألة الأمن الغذائي، يعني زي ما حضرتك أشرت، وعلاقة الأمن الغذائي بتغيرات المناخ، وهناك أيضا حديث عن أن نحن كمستهلكين نؤثر على تغير المناخ ونشارك في تغير المناخ بنمط الاستهلاك، وأيضا تغير المناخ يؤثر على الغذاء، وبالتالي هي دائرة. لو حضرتك تشرح لنا إحنا إزاي استهلاكنا يمكن أن يؤثر على الزراعة ويؤثر على الأمن الغذائي ويؤثر على تغير المناخي، وبالتالي أنه يؤثر هو أيضا على الزراعة والأمن الغذائي. في الواقع علاقة الأمن الغذائي بالتغيرات المناخية وبالبيئة علاقة وثيقة. نعم. فالأمن الغذائي جزء رئيسي من التغيرات المناخية، والقطاع الزراعي بطبيعته هو الأكثر حساسية للتغيرات المناخية. نظرا لأن المزارع يوجد في الهواء الطلق أصلا، والنباتات توجد في الهواء الطلق، فهي عرضة للتغيرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة وفي الرطوبة وفي معدلات هطول الأمطار والرياح وحتى الكوارث الطبيعية، فيتأثر بشكل كبير في ذلك. أيضا الاستهلاك، نمط الاستهلاك يؤثر جدا من حيث الفاقد الغذائي والفاقد في الاستهلاك الغذائي والمواد الصلبة المتخلفة عن عمليات التغذية، وعملية تدوير المخلفات هامة في هذا السياق جدا، وهي من مصادر إطلاق يعني غازات الميثان نتيجة تحلل المواد العضوية في الجو. فالأمن الغذائي مرتبط، والعلاقة تفاعلية كما شرط حضرتك، علاقة جدلية سواء من حيث الإنتاج أو من حيث الاستهلاك. لكن زادت أهمية الأمن الغذائي في الآونة الأخيرة بعد الأزمات العالمية، وكما أشرت فقد يعني توقينا من ذلك من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المحدثة 2030، والتي ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما التوسع الأفقي والانطلاق نحو يعني مساحات كبيرة تقاوم التصحر بشكل كبير، مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان. أنا عايز أسأل حضرتك يا دكتور أشرف، في الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية
يعني اللي حضرتك بتشير ليها، رأي حضرتك في تكامل هذه الجهود، وأنه الجهود في التحول في الاقتصاد الزراعي أن يكون اقتصاد أو يعني مبني على التنمية المستدامة، الحفاظ على الأمن الغذائي، الحفاظ على الأمن المائي، رأي حضرتك في هذه الجهود؟ جهود حثيثة في هذا الإطار، يعني كما أشرت لحضرتك التوسع الأفقي، مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، 2.2 مليون فدان، تنمية شمال ووسط سيناء 700,000 فدان، شرق العوينات، تشكى الخير، فضلا عن مشروعات التوسع الرأسي، وهي تصب تماما في موضوع التغيرات المناخية، لأن ذلك يسمى بالزراعة الذكية مناخيا، وهي يعني للمشاهد الكريم الوقاية من التغيرات المناخية إما بطريقين، إما بالتخفيف من خلال التعامل مع مصادر الوقود الأحفوري التي أشرتم إليها، والبند الثاني هو التكيف، وهو في غاية الأهمية، وهو جعل الكائن الحي النبات في هذه الحالة قادر على التأقلم مع التغيرات المناخية. ويأتي في هذا السياق استنباط أصناف قليلة المكث في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية، متحملة للإجهاد البيئي ولدرجات الحرارة، وهذا ما يقوم به مركز البحوث الزراعية، أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط في هذا السياق. نعم، يعني في كل مرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن هذه الجهود، كان يتحدث عن أن هذه الجهود يعني تقام بالعلم، وأهمية البحث العلمي والاستثمار في البحث العلمي في هذا المجال في رأي حضرتك، خاصة بأن مصر الآن يعني هي لا تقود فقط الجهود داخل مصر، ولكنها تقود الجهود على مستوى المنطقة وعلى مستوى أفريقيا، فرأي حضرتك في الجهود اللي مصر بتبذلها في مسألة الاستثمار في البحث العلمي في هذا المجال؟ كما أشرت حضرتك، هذا ما أشار إليه الرئيس السيسي في محافل كثيرة، وفي المحفل الأخير بتحديدا في COP27 أشار الرئيس إلى أننا يجب أن نعتمد على محورين رئيسيين هما العلم والعمل، فالعلم هو الذي يضع الأساس للانطلاق، ثم يأتي بعد ذلك العمل من خلال التنفيذ. الانطلاق على البحث العلمي، أصبحت جميع الدراسات أوضحت أن الانطلاق على البحث العلمي، تحديدا البحث العلمي الزراعي، هام جدا لتحقيق التنمية الزراعية ولتحقيق الأمن الغذائي، وأن الانفاق على البحث العلمي مجدي تماما في هذا السياق. فكل جنيه ينفق على البحث العلمي يأتي بأضعاف أضعافه، سواء من خلال استنباط الأصناف عالية الإنتاجية، أو من خلال العمل على رفع دخل المزارع في هذا السياق. نعم، رأي حضرتك أيضا في يعني موضوع انسجام المجتمع، ودي برضو أيضا كانت حاجة ربما ظهرت خلال القمة، انسجام المجتمعات مع مسألة الحفاظ على البيئة. ماذا يعني انسجام المجتمع للحفاظ على البيئة، أو انسجام المجتمع مع البيئة؟ ذلك سيدي هي قضية الوعي، وقضية الوعي في الواقع قضية هامة، وأنا يعني أشيد بالتغطية الإعلامية لمؤتمر COP27، والإعلام دوره أساسي في الوعي، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى، المدرسة والمسجد والكنيسة. تنمية الوعي في غاية الأهمية، والوعي البيئي، يعني أزعم أن تكلفة الوعي البيئي، يعني تكلفة إيجاد وعي بيئي هامة جدا في هذا السياق، وتكلفة الفرصة البديلة لها، على سبيل المثال إيجاد صندوق قمامة لكل مواطن، إنما وجود الوعي البيئي كافي لحل المشكلة، 50% من المشكلة يتم حلها من خلال الوعي البيئي. يعني الوعي بالمشكلة هو أهم سبل مواجهة المشكلة، ودور الإعلام هام جدا في هذا السياق. نعم، أنا بشكر حضرتك شكر جزيلا الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كنت معنا عبر الهاتف.
مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية، ودعا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وفي كلمته بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، أكد الرئيس أن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات تحت عنوان نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا زيادة التوعية واستدامة السلام، إنما يسلط الضوء على مدى الاهتمام بهذا الملف الهام، حيث تأتي تلك النسخة تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز جهودنا المشتركة لتنفيذ محاور سياسية لإعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة، وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام بما يحول من دون الانزلاق في دائرة الصراعات. وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكلة الوظيفي ليتسنى له القيام بالدور المنوط به، لا سيما في ظل التحديات التي تموج بها القارة الإفريقية والتي تستلزم التعامل معها من دون إبطاء، ليتزامن مع تقدم مع الجهد الموازي والهام لمراجعة سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير أدواتها التنفيذية بما يزيد من فعالية الجهود الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية. وفي ختام كلمته أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الإفريقية بالتنسيق مع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ودعوتهم في هذا السياق لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية في خططهم الاقتصادية اتساقا مع أهداف أجندة 2063. كما دعا الرئيس السيسي كافة الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. تفرض وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية في جلب وتهريب المواد المخدرة، تلك الآفة الخطيرة على المجتمع واقتصاده. وتشكل النجاحات الأمنية في هذا الإطار رادعا حاسما لكل من يحاول جلب هذه السموم القاتلة عبر تلك المنافذ. في هذا السياق وفي ضربة أمنية استباقية قوية وحاسمة ضمن سلسلة الضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوجود 3 حاويات قادمة من إحدى الدول ترانزيت ميناء الإسكندرية البحري في طريقها لدولة أخرى مشمولها المستندي المشروع أقراص كربونات الكالسيوم، مخبأ داخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. أكدت التحريات وعمليات الرصد والمتابعة مع استخدام التقنيات الحديثة صحة تلك المعلومات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش الحاويات المتحرى عنها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاويات الثلاث. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 18,336,100 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من المواد المخدرة المضبوطة ب1,466,888,000 جنيه. هذا الرقم الضخم للمضبوطات وقيمتها المالية
يعكس قوة الضربة الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية تنسيقاً فيما بينها، مستخدمة التقنيات الحديثة ودقة الرصد والمتابعة التي أحبطت معها تلك العملية للجلب والتهريب. ويؤكد احترافية ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية منافذ البلاد الشرعية من كافة محاولات الجلب والتهريب من خلالها. أهلا بكم من جديد، وكنا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر، والآن من الاقتصاد الأخضر إلى مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية. وبناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة. للمزيد حول جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم المصنعين المصريين ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة ابدأ. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. جهود كثيرة نراها من مبادرة ابدأ، يعني نتحدث عن توطين للصناعة، نتحدث أيضا عن تنمية العنصر البشري. يعني أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن بمسألة تنمية العنصر البشري وآخر المستجدات لجهود هذه المبادرة في هذا الشق بالتحديد. في الشق ده تندم، احنا الحمد لله بدأنا يمكن أول دورة تدريبية كانت لأهلنا في الصعيد بالأخص في محافظة سوهاج، والحمد لله طبعا قدروا يخرجوا اول دفعه اتدربوا على كذا نوع من انواع المهن الحرفيه، وفي دلوقتي اطار بيتحط عشان يعمموا التجربه على كافه محافظات الجمهوريه، ولكن البدايه هتبدا ان شاء الله من محافظات الصعيد. الهدف منها اكتر ان نرفع الجوده بتاعه العامل المصري ونرفع الكفاءه بتاعته بحيث ان هو يكون ليه طلب اكتر في سوق العمل. طيب لو تحدثنا عن انه يعني اهميه الصناعه، يعني أعتقد أنه الجميع يعلم أهمية الصناعة خاصة في الوقت الراهن، ويعني أهمية الصناعة في الاقتصاد، أهمية توطين الصناعة والعمل على توطين الصناعة، وكيف تعملون على توطين الصناعة؟ هل مجرد تعليم يعني المصنعين المصريين ببعض المهارات، أم هناك متابعة مستمرة من المبادرة؟ لا طبعا يا فندم، هو في متابعه مستمره من المبادره، ان احنا شغالين على اكثر من محور من التوازن. احنا بالبدايه بدانا بسله الواردات بتاعتنا، درسناها بشكل جيد، ودرسنا كمان ايه القدرات التصنيعيه اللي عندنا وايه المواد الخام اللي نقدر نستفيد بيها، وكمان درسنا ايه المجالات اللي نقدر نعلمها للعامل المصري، بحيث ان احنا لما نقدر نحط المجموعه دي مع بعضها في صيغه معينه نقدر نوجد مجتمع صناعي ناجح ويقدر يستمر مع الوقت. كمان احنا مش الهدف عند نقطه توطين الصناعه فقط، لا احنا كمان هدفنا نعمق المكون المحلي، لان كل جزء جديد من المكون المحلي انا بعمقه دوت معناه ان في فرصه عمل اتوفرت، في استثمارات مصريه اتضخت، في
عائد او ربح بدل ما بيتحول لدولار عشان نصرفه كاستيراد، لا بيبقى جوه مصر علشان اللي يستفيد بيه مستثمر مصري او استثمارات تكسب جوه مصر، وبالتالي دوت هينشط الاقتصاد بتاعنا من كل الاتجاهات. المصطلح اللي حضرتك اخترته هو المكون المحلي، ماذا يعني هذا المصطلح؟ يعني ايه المكون المحلي وازاي بيتم تعظيمه او تحسينه؟ تمام يا فندم. اي مكون، في طبعا في بعض الصناعات اللي غالبا بتبقى اجزاء منها مستورد. انا النهارده عشان اخلي نسبه المكون المحلي نسبه كبيره، فانا بحسب ايه المنتجات اللي انا قدرت استخدمها من جوه مصر، سواء مواد خام او ايه القيمه المضافه اللي تم اضافتها على المنتج ده جوه مصر. علشان اقول ان المنتج مصري 100% دوت معناه ان الخامه لازم تكون طالعه من مصر والعامل يكون مصري شغال جوه مصر. بعض المنتجات لا، احنا ما نقدرش نعمل ده بشكل كامل، ولكن نقدر نعظم او نعظم مشاركه المكون المصري في الصناعه، وده بالفعل حصل زي صناعه الاجهزه المنزليه. بدانا نشتغل على المكونات، وبدل ما يبقى في الثلاجه بنصنعها في مصر وجزء من المكونات مستورد، بدانا نشوف ايه المنتجات او المكونات المستورده ونشتغل عليها نبدا نصنعها جوه مصر، وده الحمد لله قدرنا نحقق فيه نجاح ملموس، وجزء منه تم اعلانه اثناء المؤتمر. هل من الممكن ان احنا نصل الى 100%؟ يعني هل في مثلا خطه او استراتيجيه بان احنا نصل في فتره زمنيه محدده الى 100% من بعض المنتجات؟ طبعا يعني احنا مش بنتحدث عن كل المنتجات، لكن عن بعض المنتجات المستهدفه. لا ان شاء الله يا فندم نقدر نحقق فيه نجاح، لان طالما احنا مستهدفين حاجات فعلا موادها الخام متوفره جوه مصر، فنقدر نصنعها بنسبه 100% جوه مصر. ويمكن بالفعل في مشروعات اطلقت مواد الخام بتاعتها متوفره في مصر، والعماله الحمد لله نقدر نوفرها جوه مصر، هو بس اللي ناقص الاستثمارات والالات والمعدات، وبكده هيكون ده منتج 100% مصري، من سواء من عماله او مواد خام. طيب اخيرا استاذ عبد الرحمن، يعني في رايك ووجهه نظرك الشخصيه، التقييم العام حتى الآن لهذه المبادرة والتي استطاعت أن تصل، لأن احنا نتحدث عن توطين الصناعة، مش بنتحدث فقط عن محافظة بعينها، احنا بنتحدث عن محافظات الجمهورية بالكامل، تقييم حضرتك للفترة الأخيرة والمتابعة وأيضا المستهدف في الفترة القادمة؟ التقييم الآن هو وجهة نظري يا فندم، يعني هل تقييم وجهة نظري أنا للبيئة الصناعية أو الوضع الحالي لجهود المبادرة في الفترة السابقة؟ يمكن السؤال ده يا فندم يتوجه للسادة الصناعة وأصحاب المصانع اللي اتعاملوا معانا، يقدروا هم يقولوا إيه تجربتهم، خصوصا لما بدأوا يلاقوا إن في فعلا نافذة أو منصة بتسمعهم وحسب مشاكلهم وبتنقل المشاكل اللي موجودة على الأرض بشكل دقيق جدا، وفي نفس الوقت بنقترح وبنذاكر معهم ايه الحلول اللي نقدر ننمي بيهم الصناعه بتاعتهم او الصناعه بتاعتهم. فيمكن هم الاقدر بالفعل على تقييم التجربه، ولكن الناس اللي اتعاملنا معاهم الحمد لله يعني بنلاقي منهم ردود فعل ايجابيه، ويمكن كمان اللي كان بياكد على نجاح التجربه او البدايه اللي احنا فيها ثقه رجال الاعمال او رجال الصناعه الوطنيين جوه مصر، وكمان بعض دور الصناعه الاجنبيه والمستثمرين الاجانب اللي وثقوا في التجربه ووثقوا في نموذج العمل اللي قدمناه ان هم يدخلوا يستثمروا جوه مصر. يعني دي حاجات تعكس الردود الفعل الايجابيه، ان الناس فعلا بدات تحط ايديها في ايدنا وتشتغل معانا. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الرحمن عمر، عضو مبادره ابدأ. وتنضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتورة آية حسام الدين، عضو مبادرة ابدأ. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور آية. يعني هذه المبادرة هي وفرت الكثير للشباب المصري في الدخول في أو المشاركة في مسألة التنمية الاقتصادية من خلال الصناعة. لو حضرتك تذكري وترصدي لنا الجهود اللي بتقوم بها هذه المبادرة لمشاركة الشباب، وأيضا المتابعة والتقييم من خلال الأرقام اللي جاية لكم لمشاركة الشباب من خلال هذه المبادرة. والله يا فندم احنا في خلال السنة اللي فاتت زي ما احنا عرضنا وبنقول احنا شغالين من اكتوبر 21 لاكتوبر 22 لحد الاطلاق الرسمي للمبادرة، احنا اشتغلنا على عدد كبير جدا من المشروعات. كان الهدف الاساسي من المشروعات دي اننا نوفر طبعا فرص عمل بجانب توطين الصناعة اللي هو الهدف الرئيسي، كان هدف كمان اساسي للمبادرة هو توفير فرص العمل للشباب وفرص تدريب لائقه للشباب المصري. فكان ده محور اساسي من محاور شغلنا في خلال السنه اللي فاتت، هو ازاي هنوفر فرص العمل والتدريب اللازم عشان الشاب يبقى على مستوى عالي جدا من الكفاءه توفر له فرص عمل مناسبه. بدانا بالفعل بتدريب الشباب، بدانا بمحافظه سوهاج بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي ومؤسسه حياه كريمه،
ومحافظة سوهاج، ودربنا عدد من الشباب تدريب متكامل، تدريب مهني وتثقيفي وترفيهي. وصلوا الشباب لمرحلة من الكفاءة تؤهلهم للعمل في بعض المصانع في المحافظة. طبعا ساعتها احنا لقينا اقبال من الشباب غير عادي في المحافظة وعلى الويب سايت للمبادرة، عايزين يعرفوا امتى التدريب هيبدأ في محافظاتهم او امتى هتبدأ تاني في محافظة سوهاج. فلقينا اعداد كبيرة جدا من الشباب ابتدت تتواصل معنا عشان عايزين يبدأوا تدريب وعايزين يشوفوا فرص العمل المتاحة وازاي يقدروا يتأهلوا ليها. لقينا اعداد كبيرة جدا متحمسة للفكرة وبتدعمنا وعايزة تشتغل معنا، وده طبعا كانت يعني بالنسبة لنا عملت لنا حالة حماس وابتدينا نشتغل على محافظات كتير جدا. إن شاء الله هنبتدي نتحرك ننزل لها الفترة الجاية عشان نوفر التدريب في مكان الشاب نفسه ما يحتاجش إن هو ينتقل لمحافظة تانية عشان يتلقى التدريب ده. يعني أعتقد إنه مسألة النتائج بتعطي زي ما أشرت يا دكتورة آية مسألة الحماس، يعني إنه بترى يعني إنك تري النتيجة على أرض الواقع بتعطي لكل أعضاء المبادرة وكل العاملين الحماس في استكمال وفي استهداف يمكن أكثر. هل بالفعل أنتوا يعني بتخططوا أنه هذه المبادرة تستمر لفترة أطول؟ هل هناك مشروعات ومنتجات ربما حتى الآن التدريب عليها غير متاح، هل بتفكروا أن يكون بتشمل المبادرة المنتجات وهذه المشروعات؟ الخطط المستقبلية شكلها عامل إزاي؟ والله يا فندم هي المبادرة مش محددة بعد سنين محدد. احنا المبادرة بالنسبة لنا هتفضل شغالة طول ما احنا عندنا منتج واحد بنستورده من الخارج. احنا ان شاء الله هدفنا ان يبقى السوق كله منتج محلي، السوق كله صنع في مصر، فلحد اخر منتج هيتم احلاله بمنتج محلي احنا شغالين، وهنفضل ندعم الصناعة والمصنعين والشباب وندربهم عشان يقدروا يواكبوا التكنولوجيا الحديثة اللي هنجيبها من الخارج للمصانع دي. فاحنا شغالين لحد ما يبقى السوق 100% صنع في مصر بإذن الله. فاحنا ما عندناش وقت محدد هتتوقف فيه المبادرة، ولكن عندنا هدف ساعتها هنقدر نقول ان المبادرة نجحت في تحقيق اهدافها، وساعتها هنبقى يعني مهمتنا بنتابع اكثر ما اننا بننفذ. عندنا استراتيجية ده ان شاء الله في خلال السنين القادمة، وبنستهدف كل القطاعات الصناعية وكل الفئات. مش هنقدر يعني طبعا فئة الشباب هي مستهدفة بشكل كبير، لان احنا عندنا طبعا نسبة الشباب الحمد لله عالية، ولكن اي مصنع في اي فئة عمرية احنا بندعمه، لانه احنا بندعم المصنع ده بيوفر فرص عمل للشباب. فانا بدعم كل الفئات العمريه من المصنعين، بدعم الشباب وغير الشباب كمان، لان احنا احيانا جالنا في اماكن التدريب ناس اعمارهم كبيره ولكن عايزه تتدرب وتتعلم حرفه جديده يقدر يشتغل بيها، برضه وفرنا له ده ودعمناه، وهنفضل ندعم كل الناس اللي حابه ان هي تبقى جزء من التنميه المستدامه اللي بتهدف ليها الدوله حاليا. احنا معاه مهما كان عمره، مهما كان سنه، مهما كانت محافظته، احنا معاك وهنيجي لحد المحافظه وهنوفر لك كل التدريب اللي لازم باذن الله. يعني اعتقد انه يعني في كلام حضرتك الاشاره بانه يعني في اعمار مختلفه بتاتي لهذه المبادره، او في اقبال على هذه المبادره من اعمار مختلفه، يمكن لانه الصناعه بتتطور فبالتالي التدريب على المهارات يعني يبقى، ما فيش لا يمكن الانتهاء من التدريب. طبعا الانتهاء من التدريب ده عمره ما هيحصل. صحيح. والانتهاء من البحث والتطوير عمره ما هيحصل. وعشان كده ده كان محور اساسي عندنا واسمه البحث والتطوير والتدريب. كانت مهمته الاساسيه ان هو دايما يبحث في احدث التكنولوجيا في الصناعه ويشوف ايه اللي توصل ليه العالم في الصناعه عشان نبتدي نواكبه ونوصل ل احسن الحلول ونبتدي ندرب العماله على التكنولوجيا دي. فده كان محور اساسي من ثلاث محاور رئيسيه اشتغلنا عليها، وده كان تحدي كبير جدا. يعني محور جه من فكره ان احنا لما بحثنا تحديات الصناعه لقينا ان تحدي كبير جدا من تحديات الصناعه هي صعوبه البحث والتطوير، لان طبعا تكلفته عاليه جدا وعدم توافر عماله مدربه بالشكل المناسب او اللائق. فابتدينا نعمل ده محور اساسي نشتغل عليه، وعملنا ليه استراتيجيه كامله بتستهدف كل القطاعات وكل الفئات العمريه وكل المحافظات على مستوى مصر عشان نقدر نوصل بالمستوى العام المصري للمستوى العالمي. وطبعا بجانب
احنا عندنا استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم التقني والفني شغالين عليها علشان يبقى المتدرب حاسس انه جزء من تنمية، مش عامل او بيتكسف يقول انا عامل، لا بالعكس هو يبقى فخور بكونه عامل لانه جزء من تنمية، جزء من دولة ومن نجاحها كبير جدا، والدولة ما تقدرش تستغنى عن الدور ده. طبعا دكتورة آية حسام الدين عضو مبادرة ابدأ، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف. وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وهذه التغطية، ولكن التغطية دائما مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. الزميلة آية عبد الرحمن هتكون مع حضراتكم بعد قليل، فابقوا معنا. لكن مني أنا كريم حاتم كل التحية، للقاء.